والله مثل ما كسرنا روسيا، مثل ما كسرنا ايران وحزب الله وشيعة العراق وكل شيعة العالم، كسرنا راس بوتين وجيشه، وان شاء الله رح نكمل على الاسد ونكمل على اكبر راس بده يعتدي على البلد والشعب السوري. انا رايي بانسحاب الروسي انه الحمد لله تم تكسير راس روسيا وراس بوتين، واعتبر انسحاب روسيا من سوريا هو انتصار للشعب السوري وانتصار لهالابرياء وهالشهداء الذين قاموا ببذل دمائهم فداء لهذا الوطن. والله خطوه متقدمه لمواصله الثوره وانتصار الشعب السوري، فيعني هي بدايه يعني لشو؟ لتحقيق اهداف الثوره. انسحاب الروسي هذول كذابين، ما انسحبوا هذول كذابين بس اعلان. لو ما انكسروا مطلوب من عنا. الحمد لله الانسحاب كان كتير مفيد للوضع في سوريا ونحن مبسوطين، وان شاء الله الله هيك بيأتي النصر على خير وان شاء الله خير. يعني الانسحاب الروسي اللي تم بسوريا هو انتصار وتأكيد على نجاح الثورة السورية وبقاء مستمرة، بقاء العطاء. فينا نقول كمان الضغط العربي أو مجموعة الضغط العربية بعد عاصفة الحزم ورعد الشمال. الانسحاب الروسي إجا بعد خروج المظاهرات واستمرار الثورة السلمية في جميع مناطق السورية، يعني الروس شافوا أنه السوريين صعبين المنال وصعبين أنه يتنازلوا عن حقوقهم، لهيك قرروا أنه ينسحبوا ويتحاشوا هذا الشعب العظيم اللي قرر أنه يثبت على ثورته ومبادئ ثورته خلال 5 سنوات. والله بظن أنه الانسحاب الروسي من سوريا هو ما عجبهم البنات شات عضاء حمص، فلهيك بدهم ينسحبوا. هي من بداية الأزمة، من أول ما دخلت روسيا بسوريا، هي ما دخلت مشان بشار الأسد، دخلت لمصالح بتخص روسيا، بتدخلت بسبب النفط والغاز. بعد الاتفاقات والاجتماعات الدولية اللي صارت، بعتقد أنه الدول الكبرى اتفقت على الحصص تبعها بسوريا وتقسمت سوريا، وهون بتكون المهمة الروسية بسوريا انتهت.